تعالى وريكوا جايب ايه عشان اخلص على الحشرات خالص قبل ما الشتاء يخش والحشرات تستخبى وتطلع لك في الصيف الجاي اكتر. اول حاجه معانا دايزانون، ده بيستخدم للمكان بس سمن الكلاب، يعني لما تيجي تستخدمه يبقى الكلب مش موجود في المكان. تاني حاجه معانا الفافيت او بايوتكس، ده بيستخدم للكلاب، بتحط صمتي على لتر ميه وبتحمي بيه الكلاب، انا بحطه في المختص وبغطس الكلاب فيه. تالت حاجه معانا ملاسيون، ملاسيون ده جايبه بقى للشجر وللزرع عشان النوع ده لو استخدمته او النوع ده هيموت الزرع، فده كويس للحشرات بس للزرع او للشجر. رابع حاجه معانا البودره، دي جايبها ابدر بيها المكان، ورخيصه خالص عشان كده ابدر بيها المكان كله، تبقى الكلاب مش موجوده في المكان. خامس حاجه معانا واقوى حاجه بودره سفير، دي جايبها بعد ما حمى الكلاب، بس دي جايبها بعد ما حمى الكلاب هبدرها بيه. ودي جايب البخاخات دي عشان احط كل ماده من دول في بخاخه منهم وارش بيها المكان وارش بيها الكلاب، وجايب جوانتيه بس كده.